موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حديثنا اليوم حول آية من كتاب الله عز وجل، أو آيتين من سورة هود التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في الحديث الحسن قالوا شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها. تتضمن نوعا من الشرك تحذر منه وتبين عاقبته، وهو نوع نادر أن يتكلم الناس فيه، رغم أنه من أكثر أنواع الشرك انتشارا. ربما ظن بعض الناس أن الشرك هو قضية عبادة أصحاب القبور فقط، والبعض قد يخصه بعبادة الأوثان، وقد حدث من كثير من الناس أن وقع في الشرك بإقرار الكفار على مللهم، وذاك من أكثر الأنواع انتشارا في زماننا بتصويب ملل اليهود والنصارى والمشركين عباد الأوثان واعتبارهم مؤمنين طالما دان بدين، أي دين، وأن الأديان كلها واحد. وهذا مذهب أهل وحدة الأديان من أهل وحدة الوجود، وهؤلاء لهم انتشار كبير في زماننا، خصوصا فيما يتعلق بالدين الإبراهيمي الجديد الذي ليس له علاقة بالدين الإبراهيمي الحق. أعني اليهود الذين أشاعوا هذه الفكرة وأسسوا لها، من أن الدين الإبراهيمي يشمل الإسلام واليهودية والنصرانية، وأنهم يريدون يعني هدم الحواجز بين الأديان وإلغاء الخلافات، وهم في ذلك يعتمدون على الطرق الصوفية. ولذلك أسس بعض اليهود ما يسمى بالطريقة الصوفية العالمية International Sufi Way، وذهب فخطب في بعض البلاد الجمعة والناس يظنونه مسلما. ده أحد المؤسسين للمسار، مسار إبراهيم كما يسمونه، ويسمون ويعني يسمون الاتفاقات الجديدة باتفاقات إبراهيم، إخلالا يعني بصحيح النسبة إلى إبراهيم، وتدليسا على الناس وتسمية الأشياء بغير اسمها. نقول هذا الشرك منتشر أيضا، لكن الشرك الذي نتكلم عنه اليوم قل من يتكلم عنه. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعوذ بالله. ودلت هذه الآية الكريمة على أن هذا من الشرك المخرج من الملة، المخلد في النار، لأن الله قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وعصاة الموحدين يخرجون من النار وتكون لهم الجنة بعد عذابهم في النار، إن لم يرحمهم الله ابتداء ويغفر لهم، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأكثر من تكلم في أنواع الشرك ذكر شرك الغلو في الصالحين، وشرك الحكم، وشرك الولاء، وقليل من انتبه إلى شرك الهوى والمحبة والتعظيم وطلب الحياة الدنيا دون ذرة من طلب الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إذن هذه إرادته، لا يفكر في الآخرة،
لا يطلب الآخرة ولو بذرة. هذا النوع من الناس هدفه في الحياة الدنيا فقط. طب الدنيا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن درهم ودينار، عبارة عن قطيفة وخميصة، عبارة عن سلطة وشهرة وجاه ومنزلة، وعبارة عن طلب رؤية الناس وطلب سمع مدح الناس، رؤية الناس لعظمته وما عنده من الدنيا، وكذلك من طلب سماعهم، فهو يسمع يرائي يطلب رؤيتهم لمنزلته وبصرهم لذلك، كما كان فرعون في حقيقة أمره إنما كذب موسى من أجل ذلك، كما قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أنتم مش شايفين؟ شوفوا. وبينادي، يعني إيه بينادي؟ يعني بيخلي ناس تنادي، إعلام بتاعه ينادي: أليس لفرعون ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يعني موسى عليه السلام يعيره بأن عنده لدغة، واللدغة يسيرة لأنه يبين، كما قال عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني هو طلب أن ربنا يرفع عنه العقدة التي في لسانه قدر ما يفقه قوله، مش علشان يقولوا علي ما أروع خطابه، أروع خطابه وما أحسن كلامه. لا، ده فرعون حتى هو مش قادر يقول إن موسى لا يبين، ولكن بيقول ولا يكاد إيه؟ ولا يكاد يبين. وبعدين معهوش فلوس، يبقى تفكر بقى إن الموضوع كان عندهم إيه؟ ملك وفلوس، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يجيب الفلوس اللي معاه، يجيب ذهب قد إيه؟ أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه. عايز أقول إن النوع ده من الشرك أكثر الناس يشركون الأنواع الأخرى بسببه، وإن كان الناس لا يدرون أن هذا شرك، يفتكروا دي معاصي بس لما يوصل الأمر إلى أنه يبقى فيه عبودية للدرهم والدينار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس من تكس وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش، يعني إذا دخلت في قدمه شوكة، هذا معنى شيك، فلن تقش، لا أخرجت بالمنقاش، أو لا أخرجها هو بالمنقاش اللي هو فلن تقش. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني عبد مش مشهور، يحطوه في أي حتة، ممكن يحطوه فين؟ يبقى حارس على غيره. مين غيره ده؟ القائد المشهور، الرجل المهم اللي هيحطوا له حراسة. مين اللي هيحرس؟ هو ده، أو يحرس آخر الجيش عشان العدو ما يهجمش، أو يحرس ثغر من الثغور. وإن كان في الساقة يخلوا له أنت مشي في آخر الجيش عشان لو في حاجة تاخد بالك منها، وقعت ولا حاجة. فهو بيقول يتحط في أي مكان ليلتزم، مش يقول لهم لازم أكون فين؟ في الصدارة، لازم أكون يا القائد يا قاعد جنب القائد. عايز أقول لكم إن المشاكل أكثرها حتى بين المسلمين تحصل بسبب هذا الإيه؟ الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يراقب، يعني عايز أقول هو ما بعد الخلافة الراشدة الصراعات التي جرت عشان إيه؟ عشان الملك، عشان خلافة. مين اللي هيكون خليفة؟ اتقتل على كده قد ايه؟ يعلمه الله. الغرض ان طبعا بلا شك ان المسلم اللي عنده لا اله الا الله يبتغي يقولها يبتغي بها وجه الله، عنده دي الخالصة، وممكن يكون عنده حاجات كتيرة مش خالصة، فهيبقى معه شيء. لكن اللي ربنا قال عليهم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وده طبعا مقيد بقول الله عز وجل:
ومن قال عز وجل من كان يريد قبلها بقى من كان يريد ومن أراد العاجلة قال ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الآية دي هي نفس الآية بتاعت سورة هود. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يبقى فيها تقييد. لكن اللي عايز الدنيا بس بعضهم توصل معاه انه يبقى عايز الدنيا بلا اله الا الله. زي مين؟ المنافقين. المنافقين في ناس قالوا لا اله الا الله نشهد انك لرسول الله. قال الله عز وجل اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. دخلوا في الاسلام ليه؟ قالوا ان هذا امر قد توجه. زي ما عبد الله بن ابي بن سلول لما انتصر المسلمون في بدر قال ان هذا امر قد توجه. دخل في الاسلام عشان يحقق المصالح الدنيويه اللي مش هتحصل الا بالانتساب الى الاسلام. ولم يكن خالصا لوجه الله، لم يكن يشهد من باطنه ان محمد رسول الله. وبعضهم كان من شدة من قوة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه رسول الله، لكن البغض والحسد يملأ قلبه، فلم يكن عنده من العمل الباطن من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يخرج به عن النفاق الأكبر. لأن النفاق الأكبر نوعين، نفاق القلب نوعين، واحد يكذب بقلبه ما ينطق به بلسانه، واحد مصدق بس كاره لأمر الله مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم. قال عز وجل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. في ناس بتكره الأنصار علشان نصروا الدين وعشان نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، هدول منافقين. وفي ناس أشد سوءا منهم يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان من أجل أنهم صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك مش هيقدروا يقولوا للمسلمين الكلام ده فيقولوا دول كفروا بعد ما إيه؟ بعد ما مات. دول الرافضة. لك هؤلاء الروافض فعلا من المنافقين. اللي بيكره أبو بكر من جواه شر من الذي يكره الأنصار، واللي بيكره عمر من داخله فضلا بقى عمن يبغض مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. في ناس كره الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة ده ناس موجودين في وسطنا بيطعنوا في القرآن ويطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام ويطعنوا في الشريعة التي جاء بها، وكارهين خالص ان حد يفكرهم بموسم طاعة. حتى ناس بتقول يقول لك انتوا كل حاجة انتوا فرحانين على ايه؟ على رمضان اللي بتتكلموا على جايين ايه يعني؟ كل شوية نعمل فرحة على رجب وشعبان ورمضان، كل شوية تقولوا كل سنة طيبين احنا فرحانين، هو كل حاجة تفرحوا عليها؟ والعياذ بالله. في ناس متضايقة ان الناس بتصلي، في ناس بتقول على اللي بيصلوا متطرفين. من علامات التطرف انه يحافظ على الصلاة الخمس، وعلامات الاعتدال انه يصلي احيانا ويترك احيانا، من علامات التطرف انه يصلي الصلاة الخمس في المسجد، من علامات الاعتدال انه يصلي الجمعة بس، من علامات التطرف ان هو ما يعملش الفرح بتاعه بمزيكا وغنى ورقص، ومن علامات الاعتدال انه يعمل كده. هم دي جايبينها من المجتمع، ان الملتزمين وغير الملتزمين، فسموا دول متطرفين ودول ايه؟ معتدلين. لان الناس عادة كده. انت الناس هقول لك يعني الافراح بتاعت الناس اللي مش ملتزمة تجيب فيها ايه؟ خمرة ولا مخدرات؟ مخدرات اكتر.
عندكم انتم مخدرات طبعا، في الحتت التانية يجيبوا ايه؟ يجيبوا خمرة ويجيبوا فرقة، ولا عندكوش فرقة؟ لا جي عدو ستة. ها؟ في؟ مش خلصت دي عندكم؟ لا خلصت، بس موجودة قليل جدا. طب بيعملوا فرح في الشارع؟ يعني دي عادية موجودة مش كده؟ المهم ان في ناس بتقول كده لانها كارهة فعلا الشرائع دي، ناس كارهة الصلاة والصيام والحج. واحد يقول، واحدة كاتبة بتقول، هو معقول ان احنا نذبح ملايين الحيوانات البريئة لمجرد رؤية شافها واحد من الصالحين قديما؟ يعني ده بيطعن في ايه دي؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام، وشايفة ان ذبح الحيوانات البريئة عشان تقول البريئة، يبقى اذا انتوا ظلمة انك تذبح الحيوانات البريئة عشان منام شاف واحد صالح شاف منام، تقوم تذبح انت بقى كل يوم ملايين الحيوانات يوم العيد؟ والعياذ بالله. رد عن الاسلام بايه؟ بكراهيه الشعائر الاسلاميه. في ناس كره الحجاب، قد ايه كارهينه؟ ده كتير خالص يكرهوا الحجاب. على فكره كراهيه الحجاب بعد ان تبلغه الايه في كتاب الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يبقى ممن زال ايمانه. ليه؟ لانه بيريد الحياه الدنيا. في الحقيقه هذا النوع كله بسبب اراده الايه؟ الحياه الدنيا. لان هو ممكن علشان المال يعبد المال. ده نوعين، معلوم ان العبوديه للمال نوعين. نوع كفر اكبر على ظاهر الحديث، اللي يجعله من اجل المال مستعد يكفر. عايزين اجي معاكم تدوني ايه؟ فلوس. كان في اخ بيحكي لنا قصه، كان في اندونيسيا واحد من بتوع التبليغ، وبعدين قعد جنبي قسيس، فقعد يكلمه في الاسلام. فالراجل قال له، انا على فكره جدي كان مسلم وابويا مسلم، بس لما جت الارساليه قالوا له هنعلم ابنك وهيبقى له شان جامد وهياخد فلوس كتيره جدا، فابويا وداني معاهم وتعلمت وبقيت ايه؟ قسيس. فانا باخد 14,000 دولار في الشهر، لو هتدوني 14,000 دولار انا مستعد اجي معاكم. فشوفوا الناس دي كفرت عشان ايه؟ هو اصلا كافر يا شيخ، ده قسيس، واخد بال حضرتك؟ في الحقيقه هو مش مقتنع بالنصرانيه. لو كان مسلم وقال كده يبقى خارج من المله، يبقى ممن عبد الدرهم والدينار، عبد الجنيه والدولار، ماشي كده؟ بتوصل للكفر الاكبر، انه من اجل المال يكفر والعياذ بالله. من اجل المال يقدح في الاسلام. في ناس بيسخروها، بيجيبوه ويقولوا له انت هتتكلم في القضايا الفلانيه، علشان هم لهم هدف في هدم ثوابت الاسلام في مجتمعات المسلمين، وهنفرض وجودك في الدول اللي انت تكون فيها بضغوطنا المختلفة، ونخليش حد يقرب منك، ولو حد قرب منك يضغطه لغاية ما يطلع من السجن. ولا ها هو اسلام البحيري واسلام ابراهيم عيسى، الناس دي اساسا في اخبار يعني على ان هم بياخدوا فلوس، الغرب اللي بيديهم فلوس عشان ينفذ مخططات، والكلام اللي بيقولوه كلام كفر فعلا ناقل عن الملة. تلاقيه بيعمل كده ليه؟ يعني بيطعن الطعن ده ليه؟ علشان يبقى مشهور، الشهر عشان ياخد فلوس. اقول لك دفعت الولايات المتحده لاسلام البحيري وابراهيم عيسى مش عارف مبلغ كام مليون علشان يروجوا للافكار المطلوب ترويجها. دعونا من الاسامي، احنا بنتكلم على ان في ناس قضيه الفلوس عندها هي كل حاجه. في ناس مستعده تحارب ما تعلم انه من الدين من اجل المال والعياذ بالله، وبعضهم من اجل الشهره والجاه والشكل عند الناس. يعني لو هيعملوا لي وجاهه انا مستعد ابقى معاهم. كان في رئيس للارجنتين اسمه كارلوس عبد المنعم، اسمه كارلوس منعم، كان لبناني مسلم، وبعدين دخل راح الارجنتين وهاجر هو واهله واسرته يعني، ودخل في المجال السياسي
ودخل الانتخابات ونجح في الانتخابات. جم قالوا له لا يمكن أن تكون رئيسا للأرجنتين إلا إذا تنصرت. فقال أنا إذن أتنصر وبقى كاثوليكي. باراك أوباما اسمه مبارك أوباما، ما هو أصلا كان مولود مسلم وتربى مدة على الإسلام لغاية ما أمه اتطلقت من أبوه وخدته سافرت الفلبين وطلعته إيه نصراني. لسه قرايب أمه وقرايب أبوه بيكلموه، ولذلك أشاعوا إن هو لسه مسلم في الباطن، فأكد لهم أنه قد تكثلك صار كاثوليكيا وأنه لا رجعة عن ذلك. قالوا له ليه؟ لأن أنت لو بقيت مسلم يستحيل يبقى ليك مستقبل سياسي، وده أكيد صح، مستحيل يبقى واحد مسلم مهما كان له مستقبل سياسي فيه في أمريكا. ولذلك في ناس بتعمل كده. أقول لكم حاجة، اللي بيروجوا للشذوذ الجنسي واللي بيروجوا للحرية الجنسية واللي بيروجوا للنسوية وإن المرأة لا قوامة عليها لأحد، الناس دي كلهم يعني مش عارفين الأحكام الشرعية؟ لا، عايز أقول إن كثير منهم أو أكثرهم، عايز أقول كلهم يعرفون أن الإسلام حرم الزنا وأنه حرم اللواط، لأن النصارى واليهود عارفين كده. فمش ممكن يعني يكون المسلمين ما يعرفوش، ده مش ممكن. ممكن أقبل في السحاق إن في حد إيه يلبس عليه. مرة جالي ولد في ثالثة إعدادي، كان عملت حوالي مثلا نقول 3 سنين ولا حاجة، كان ريهام سعيد عملت حلقة عن الشذوذ وجابت بنتين وقالوا في الحلقة وهو إيه الدليل من القرآن على إن السحاق على إن المعاشرة بين بنت وبنت حرام، مع هي إما متعمدة يا إما فعلا ما عرفتش ترد عليها، ولكن هم ممكن عشان تبين إنها مش تبع الموضوع ولا أن عايزة تروج كرشتهم من الحلقة. بس الولد استقر في نفسه إيه؟ هو إيه الدليل من القرآن؟ محدش جاب لي دليل. هو قال لك دي مش زي دي، حتى العلماء بيقولوا إن اللواط فيه حد والسحاق ما فيهوش حد، جمهور العلماء. المهم الولد بقاش عارف، فجاي يقول لي هو ايه الدليل من القرآن على انه الاستحاق ده حرام؟ فقلت له ربنا بيقول وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، ودي ما غضتش بصرها ولا حفظت ايه فرجها، لان الحفظ ده معناه ما حدش يلمسه الا حلال وما حدش يعني يعاشر وهو ما تعاشرش بيه الا حلال، ودي مش حلال، يبقى دي مفيش غض بصر ولا حفظ ايه ولا حفظ الرجل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. دول هيبقوا متغطيين، بس عورتها ممكن تلمس عورتها، فخدها ممكن يلمس خدها، فما بال لو فرجها لمس فرجها، يبقى اشد والعياذ بالله. وقلت له كمان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر إلى ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. يعني إيه اقتنع شوية، بس مش كل العيال هيلاقوا حد يقول لهم الايه الأدلة، مش كده؟ وهيقول والله دي مفوش إدخال. هو صحيح مفوش إدخال ولذلك فيه التعزير، لكن لو وجد يعني عضو للمرأة ده زي ما بيحصل بقى في عمليات تحويل الجنس يحقنوا هرمونات وتاخد هرمونات ذكرية لغاية البذر ما يكبر، وممكن يحصل جماع بالبذر في المرأة التانية، يعني يدخل يحصل إدخال. فهي لو حصل كده تبقى فيها إيه؟ إقامة الحد، لأن ده وطأ فعلا، فرج في فرج محرم. لذلك بنقول الناس اللي بتعمل تروج الحاجات دي اللي بيعملوا أفلام، والمهم انها تاخد ايه من الفيلم؟ افتكروا الممثلة اللي بتعمل الموضوع ده بتعمل ايه؟ بتعمل الفيلم ده ليه؟ عشان فلوس.
الممثل اللي بيمثل دور الاب ويخلي يقول لبنته لما لقى معاها كندم بتاع عازل الذكري واقي ذكري وعرف انها بيعاشرها صديقها اللي من غير ما يتجوزهم هو ابوها, فقال لها اذا كان ده اختيارك يبقى حلال, يبقى ما يبقى يعني ده انت حره, اذا كان ده اختيارك وانت محدش مرغمك عليها انت حره, حاجه انا مش هقول لك لا والعياذ بالله. الناس دي قالت الكلام ده الكفر ده, لان ان واحد يقول عن الزنا بالتراضي حر انت حر او حلال يبقى كافر, وكذلك يقول على اللواط ان دي حريه بس ما كان ما قالناش ليه, عشان احنا الام صداقتنا مش هتغير وهنظل كويسين معاه. اللي بينشروا هذا الكلام في وسط المسلمين افتكروا بينشروه عشان هم مقتنعين بيه, معمولوا عشان الايه؟ عشان الفلوس, عشان الشهرة كمان, عشان الترند, عشان لما يتعمل اعلان جامد يبقى ايه؟ يبقى يخدم فلوس كتيرة والعياذ بالله. وعلى فكرة يعني معظم المنكرات في التيك توك وتصوير البنات نفسهم كلها عشان ايه؟ عشان فلوس. البنت اللي اتحكمت دي علشان ايه؟ علشان بتصور نفسها ليه أريانة؟ ليه تعرض نفسها على الكاميرات؟ بتقول للبنات ليه صوروا نفسكم في اوضه النوم عريانين بالملابس فظيعه كده؟ علشان الفلوس اللي ممكن يوصل للكفر وممكن يوصل للمعصيه. فعشان كده قلنا عبوديه الدرهم والدينار والقطيفه والخميصه نوعين, نوع عبوديه شركه اكبر اذا اختار الكفر على الاسلام من اجل المال او الشهره او الجاه او الرياسه ممن دخل فيه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يبقى عمرهم ما يخشوا الجنة لأنهم اختاروا الكفر من أجل المال أو من أجل الرياسة أو من أجل الرياء والسمعة والعياذ بالله. النوع الثاني شركة أصغر, عبودية شركة أصغر, لو قالوا له تكفر عشان تاخد فلوس يقول لا, لكن لو قالوا له احنا عايزين مثلا حد يزني بفلوس هتقوم تقول ماشي, لو قالوا لك فري مش هترضى, لا بس تاخدي فلوس تقول حاضر, خدي فلوس وفري تقول لا, طب خدي فلوس وزني تقول ماشي, وكذلك اللواط مع اعتقاد الحرمه. مع اعتقاد الحرمه, ما هي عشان ما هي ما قالتش ما قالوش ان ده حلال, فده خلى ناس كتير. عشان كده بنقول ده ايه؟ ده شركه اصغر بس اراده للحياه الدنيا, بس لا اله الا الله محمد رسول الله كانت غاليه عندهم شويه, ما ضحوش بيها, ما اعتقدوش الكفر. الكفر في الحاجات ده ايه؟ شرط ان هو ما يبقاش موجود, ان ما يبقاش فيه اباء او استكبار او استحلال. ممكن يبقى فيه اصرار مع اصل الايمان يستحق العقوبة في الدنيا والاخرة ولا يخرج من الملة. هو ايه الفرق بين الاصرار والاباء والاستكبار والاستحلال والتكرار؟ مصطلحات غريبة دي ولا ايه؟ لا مش غريبة ولا حاجة, احنا نوضحها كده بالراحة. الاصرار معناها واحد عمل ذنب ومصر ان هو يعمله تاني, سواء مع تكرار لو اتيحت الفرصة او مع غير تكرار. عمل غلط وبعدين ما تبش وناوي يعمله تاني, جت الظروف ما سمحتش, ما يبقاش فيه تكرار. ممكن واحد عنده تكرار وعنده اصرار ماشي مع واحدة وكل لما يشوفها يقبلها يلمسها يزني معها ما كم مرة كتير ولسه ما تبوش, يبقى دول عندهم إصرار وإيه؟ وتكرار. وممكن يكون في تكرار ويتكرر الذنب من غير إصرار, بيعمل الغلط ويتوب, يعمل الغلط ويتوب, يعمل الغلط ويتوب, خش على المواقع الإباحية ويندم عليها ويتوب,
وبعد ثاني يوم يعمل كده تاني ويقع في المعصية مرة تانية، ولكن عنده صراع داخلي في تكرار من غير ايه؟ اصرار. امال الاباء والاستكبار؟ الاباء ضد الانقياد القلبي، اللي يقول ما يلزمنيش الكلام ده، اللي ابليس قال ايه؟ لم اكن لاسجد. قال عز وجل الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين، قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين، قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. لم اكن لاسجد، ده معنى الاباء، لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ده بقى ليه؟ الاستكبار. ان انا اللي مخلوق من النار اسجد لواحد مخلوق من صلصال من حمأ مسنون. يعني ايه حمأ مسنون؟ طين منتن. وهو والعياذ بالله مش شايف اللي ربنا فضل بيه ادم، ان سيدنا ادم خلقه الله بايه؟ بيديه. قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ وكذلك لم ينتبه الى ان الله نفخ فيه من روحه، وان الروح دي الانسانيه المخلوقه لله بس مشرفه معظمه نسبت الى الله تشريفا، كما سمى الله جبريل روحه، قال فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فسيدنا جبريل روح الله، وسيدنا عيسى روح الله. يعني ايه روح الله؟ يعني روح مشرفه مكرمه مخلوقه مشرفه عند الله من عنده سبحانه وتعالى. وروح ارواح بني ادم اصلا مشرفه، ولذلك اللي فيه الروح ده مكرم، الا لو هو خلاها ابليسيه. الروح دي حاجه بترفعه فوق الانسانيه، لكن العلم الانسانيه في اصلها اعلى من الملائكيه. بعدين ربنا قال للملائكه ايه؟ اسجدوا لادم، تكريم. ابليس بيقول ارايتك هذا الذي كرمت عليه، هو عارف ان ربنا كرمه، وربنا كرم ادم على الملائكه لان امرهم ان يسجدوا له، بس نزل امتى؟ لما عصى. ولذلك اللي هيكفر يبقى خلى نفسه بدل روحه ما هي مشرفه نزلها تحت خالص، خلاها ابليسيه، خلاها والعياذ بالله ممن تبع ابليس فصار منهم. كما قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. يعني شياطين الانس ذكرهم قبل الايه؟ الجن في عداوه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. نرجع ونقول ان الاباء انه يقول لم اكن لافعل، الاستكبار انه يسخر من امر ربنا ويستهزئ به ويتكبر على امر ربنا، يقول لك انا ما اقبلش الكلام ده. زياده، ده عنده زياده كم حاجه مع بعضها. فهذا الامر بلا شك من اخطر الامور، الاباء الرفض لامر ربنا، ما اعملش الكلام ده، ما يلزمنيش الكلام ده، مع انه يعرف انه امر ربنا. والامر الاستكبار انه يتعالى على امر الله ويسخر منه، يستهزئ به، يحقره، يخطئه ونحو ذلك. يعني اللي بيقول ان القرآن نص تاريخي يجب ان يحتمل النقد، يجب ان نعامله بالنقد، نقدر ننقده. بيقول له القرآن تنقد كلام ربنا؟ قال له ننقد القرآن. يبقى ده ايه؟ خارج من الملة تصريحا لا تلميحا والعياذ بالله. احسن من الصحابة كمان. اعوذ بالله، ده مين اللي بيقول كده؟ ده برضو كده عم ندعيك يا عم. بيقول قول الله عز وجل دعوني استجب لكم، ده الكفر اللي بيقول ما احنا بندعيك يا عم ما تستجبش ولا حاجه واحسن من الصحابه، يبقى كفر. علشان احنا بندعيك يا عم دي
يعني كأنك انت مستهزأ بالموضوع والعياذ بالله، وشايف ان ربنا ما انت فعلا ما دعوتوش بجد ولا باخلاص ولا حاجة. لو كنت مخلص ما كانش وصلت للكفر ده والعياذ بالله. عامله تصريح بتقول ان هو مات وهي قاتل، وانتوا ما عرفتوش تعملوا حاجه ولا اتحاكم ولا عمل ولا عاش كما اراد ومات كما اراد. والله اخترت حياته ابي. هي بتقول كده اخترت حياه ابي. اعوذ بالله. ولا بنتي اياك ان تاتي بشيخ يتلو على جسدي ترهات. الوصيه بتاعته ونفذت الوصيه. هي النهارده كده بجد والله. اسمها إيزيس. انا عارف ان اسمها إيزيس. شيخنا عشان كده محدش جه لحد. سبحان الله. بس حكايه ان هو ترهات يقرأ عليها ترهات. يعني نعوذ بالله. وصف القران بذلك كفر بواح. والكافر التالي متصل عامل له عزف في مسجد المشير فرحان قوي. ده هو شيخنا بيقول هو ربنا شكلته ايه؟ ده بيحط مصابيح بالليل والصبح يشيلها وخلاص. انتوا قعدتوا تسمعوا استحملتوا كل ده؟ ده انا بواحد بس كده اللي هي بتاعت انا كافر دي ورحت جاي سايبه. وانا اعوذ بالله. المهم نقول الاباء الاستكبار. فاضل واحد. اذا الاباء مكفر والاستكبار مكفر والاصرار غير مكفر، بس يجعل الصغيره كبيره والاصرار على الكبيره يبقى اشد، بس ما يخرجش من المله. والتكرار غير مكفر طالما الذنب ذنب مش ايه مش كفر وكذا الاصرار برضه. يبقى النوع الخامس اللي هو الايه؟ الاستحلال. احنا قلنا الاباء لم اكن لاسجد. وايه الكبر؟ لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون والعياذ بالله. وكل بقى الحاجات اللي انتوا بتسمعوها في الاستهزاء دي كلها من الكبر الكفري الناقل عن المله نوعا وعينا. فاضل الاستحلال. استحلال هو اعتقاد حل ما حرمه الله، واعتقاد عدم وجوب ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي بيقول الصلاه الخمس مش واجبه، يجب صلاتين اثنين بس، هذا خارج من المله بعينه، لانه ناشئ في بلاد الاسلام، والمسلمون واليهود والنصارى يعلمون ان الاسلام فيه الصلوات الخمس. يعني يهود اسرائيل عارفين مواعيد الصلاه بتاعه المسلمين، مش كده؟ عشان كده بيحطوا لليهود مواقيت تانية عشان يخشوا المسجد الاقصى ومسجد الابراهيمي اللي بيسموه كده ومسجد النبي يوسف، الحاجات دي عشان يشاركوا المسلمين فيها، بس يحطوا مواعيد تانية. تفتكر اليهود ما يعرفوش وعارفين؟ وتلاقي حد من عندنا ما يعرفش؟ الراجل اللي اسمه ايه ده، مصطفى راشد، الراجل اللي بيقول الصلاه الخمس مش واجبه ومش واجب غير ايه؟ الظهر والعشاء. ها؟ إيه؟ الظهر والعشاء. الصبح والعصر اظن. لا، العشاء من بعد صلاه، من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم نظيرا، ومن بعد صلاه العشاء، يبقى فجر وعشاء. يبقى الاستحلال هو اعتقاد حل ما حرمه الله كالزنا وكاللواط وكالسحاق، لان ده معلوم من الدين بالضروره. معلوم من الدين بالضروره ان بنت تعاشر بنت، كل الناس عارفه ده حرام. اللي يقول كده منهم، انت عارف كان في ليبراليين معانا في البتاع في الدستور الاولاني، عمرو موسى مثلا، فكنا نقول لهم هو انتوا ترضيكم ان تقولوا الزنا الزنا حلال؟ يقول لا، ازاي؟ والخمرة يقول لك حرام برضه حتى لو كنت بشربها. واخد بقى؟ مش ليبرالي. لا، ليبرالي عند الدنيا كلها. واخد بقى الحزازه؟ ولكن هو بيقول لي كده، يبقى انا اعمل ايه؟ هقول له ما قالش ان هو حلال يبقى ايه؟ وكذلك ما قالش ما يلزمناش اللي انت بتقوله ده، حرام حرام، حلال حلال، ده الكلام ده كان زمان. واخد بالك؟ اهو ده اللي عنده اباء بقى. لانه بيقر ان ربنا حرم الشيء الفلاني ويقول ما يلزمنيش. دول اشد كفرا من المستحلين، لانه هو عارف ان ربنا حرم وبيقول التحريم ربنا ده ما يلزمناش، انا مش تبع الموضوع ده والعياذ بالله. فخدوا بالكم عشان في بعض الناس بيتلخبطوا في موضوع الاستحلال ويفتكروا ان الاباء والاستكبار مش زيه، خصوصا ان السلف قالوا ايه؟
إن كثير منهم أطلق وقال ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، مش كده برضو؟ مش إمام الطحاوي يقول كده؟ ما هو الكلام ده الاستحلال عند السلف يشمل الإباء والاستكبار والتكذيب. تكذيب اللي هو إيه؟ إن يقول للزنا مش حرام طالما بالتراضي، إن البوي فريند والجيل فريند ده زي الجواز بالظبط، ما دام هم راضين مع بعض وماشيين مع بعض من غير عقد زواج خلاص. طب واللي يقول الاسلام يكفر ذلك؟ الاسلام اهو ده، ما هو زيه، ما هو ده بيقول ده الاسلام ما فيهوش تحريم الكلام ده. اللي يقول الاسلام ما فيهوش تحريم السحاق، الاسلام ما فيهوش تحريم اللواط، واخد بال حضرتك؟ ده خارج من المله. وكده محمد محمد بيضا واحمد احمد مرشد الاخوان الدولي كده مع السلامه. مين ده؟ مرشد الاخوان الدولي في السماع. قال كده في المجلس العمومي للبرلمان. هو صحيح فعلا هذا الكلام كلام كفر، الا ان في ناس بتتاول بتقول ان احنا قدام الكفره نقول اللي احنا عايزين. تقيه تقيه، بس الكلام ده كفر. وفي الحقيقه انا عندي تردد ان ده عذر ولا لا، لانه تاويل مخالف للمعلومات دي بالضروره والعياذ بالله. فالقضية دي قضية الاستحلال، ان يقول الدين ليس فيه هذا الذي تقولون عنه حرام، وليس فيه وجوب ما تقولون عنه واجب، يجحد وجوب الصلاة، يجحد وجوب الصيام، يجحد وجوب الزكاة، يجحد وجوب الحج. ده الاستحلال على أصله، والاستحلال عند كثير من العلماء يشمل الإباء والاستكبار. حتى الحنفية اللي هم أصلهم بيقولوا الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، ولكن لأنهم يقولون اعتقاد القلب ده يشمل عمل القلب، هنلاقيهم أوسع الناس تكفيرا بأي شبهة استهزاء وأي شبهة رضا بالكفر. يعني الحنفية عندهم قول بأن اللي يصلي من غير وضوء عامدا يبقى كافر. ليه؟ عملوه استهزاء. البعض التاني بيقول لا ما يلزمش انه مستهزئ، كسل لسه هقلع بقى واشمر وبعدين هيقولوا علي بقى ايه، فانا هسأل لهم اتوضي وخلاص. كان في اخ من الاخوة يقول لي كان ناس في الاحزاب الاشتراكية الزمان اول ما كانوا الاخوان كانوا دخلوا مع حزب الشعب، فبيقول لي والله ناس مش مسلمة ده كانوا ميجي معاد الصلاة أبقى شايفهم خارجين من الحمام ومش متوضيين، وبعدين يجي الصلاة يقولوا طب خلاص ماشي هنصلي معاكم. فده عند الحنفية في وجه بالتكفير علشان شبهة الاستهزاء. عندهم أن من قال أن اليهود والنصارى خير من المسلمين لأنهم يعطون معلمي صبيانهم أجورهم، هو بتاع كتاب، وبعدين الناس كانت عليه فلوسه، فيقول لهم ده اليهود والنصارى احسن من المسلمين، القسيس بتاعهم يعلمهم حاجة يدوله فلوسه، فقالوا يكفروا بذلك عشان اطلاقوا انه ايه، ان يهود والنصارى احسن من المسلمين. بيقول لو ان واحد، كل ده عند الحنفية اشد الناس في ابواب الردة، لو ان رجلا اثناء الدرس، واحد بيعالم يعني بيدرس، فقال له رجل اعرض علي الاسلام، قالوا قال له انا عايز اخش الاسلام اقول ايه، قال له انتظر الى اخر المجلس، كفر. ليه؟ لانه رضي بالكفر مدة هذه للرجل التاني مش لنفسه. تخيل انت بقى اللي بيرضم لملايين اليهود والنصارى والملحدين والبوذيين ويقول لهم انتوا صح وانتوا الجنة مش حكر على المسلمين، ولا يعوذ بالله، مع انه عارف سبحان الله. نعرف الدابة، ها؟ نعرى كذاب. أنا اللي فيهم أنا نعرى كذاب. ده اسمه كريم. نسأل الله العافية فيها. قال إن الجنة حصر المسلمين دي نعرى كذاب. والله هو الكاذب، لأنه يعلم أنه كاذب. وقال لي والله يا مولانا أنا بقول الكلام ده سياسة مش معتقده. لا. حد غصب يقول فين تقيه. بيقول لي لو قلنا لهم إنه كفر هيقتلوهم. قلت له يا عم يا شيخ نعمل إيه؟ نقول ان هم معاهدين، ما احنا عندنا كلام بنقوله زيهم، ما نقولش ناس اقتلوا اليهود والنصارى، ما احنا في عهد بيننا وبينهم، العهد المطلق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله في وثيقه المدينه، ما هو ده زيه.
نقول كده قال لي طب خلاص مش هقول كده تاني ورجع قال تاني. قلنا له انت بتقولت مش هتقول كده تاني وربنا يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم وانت عارف ان هو بيقولوا ان الله والمسيح ابن مريم. قال لي خلاص مش هقول كده بس رجع الى الله المشتكى الى الله المشتكى. بس خدوا بالكم الاستحلال ده خطر كبير. طب الناس بتستحل الكلام ده وتكفر وتأبى كل الحاجات دي في الحقيقة عشان ايه؟ عشان ارادة الدنيا اللي هو الكرسي اللي انت قلته عليه او الشهرة او المال او اي حاجة من ارادة الدنيا. عشان كده بقول لكم ان الكفرة بيكفروا وبيعبدوا الاوثان عشان كلام الناس. هو ابو طالب ايه اللي خلاه ما يقولش لا اله الا الله؟ خشية ملامة الناس. ولولا خوف الملامة لا لا, لا يعني يقول لولا ان يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينا. بيقول لقد علمت ان دين محمد خير اديان البرية دينا ولولا خوف الملامة لكنت به سمحا مبينا. يا سبحان الله. الناس دي كتير جدا. الناس انتوا عارفين ابو جهل كفر ليه؟ عشان ارادة الدنيا. والعياذ بالله. بيعبد الاصنام ليه؟ ما الاصنام ده ما فيش حد عاقل يقبل الكلام ده خصوصا بعد اقامه الحجه. حجج عقليه. اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. لكن بيقولوا ايه؟ قطع بنو هاشم كنا وهم كفر سيرهان. هم بنو اميه. اطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا واعتقوا فاعتقنا واضافوا الضيف فضفنا حتى اذا كنا كفر سيرهان قالوا منا نبي وأنا لنا بنبي. هنجيبه منين؟ والله لا نؤمن به أبدا. المشكلة عنده علو بني هاشم عليهم والعياذ بالله. وأكثر الأمم المكذبة للرسل دي مشكلتهم مشكلة قوم نوح. قالوا إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم والعياذ بالله. فالحسد اليهود إيه اللي خلاهم؟ ازاي بنو العرب دول البنو اسماعيل بنو الجارية يجي منهم نبي يبقى اعلى من نبينا ويبقى اعلى واحنا نتبع واحنا واتباع ابن الحرة عشان سيدنا اسماعيل وسيدنا ايه اسحاق. الحسد. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ايه اللي خلى ابن ادم الاول يسفك الدم الحرام ويشيل الشيلة الفظيعة دي؟ ما من دم يسفك إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه لأنه كان أول من سنى القتل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول الكلام ده عشان إيه؟ عشان اشمعنى أنت؟ قال لا أقتلنك. إزاي تقبل ربنا منك وما تقبلش مننا؟ يبقى أنا شكلي إيه؟ عند أبويا وأمي وعند إخواتي الشكل إيه دي؟ سبب من أعظم أسباب الهلاك. ولذلك ربنا ذكر قضية اتباع الهوى مرات وعبادة الشيطان مرات. قال عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الحرية. الحرية اللي بيقول لنا أعوز حاجة أعملها حدش يقول لي أنت بتعمل إيه. هو ده اتخذ إلهه هواه. كلما هوى شيئا ركبه ويشوف إن ده صح والعياذ بالله. ما هو في ناس بتتبع الهوى مش كل معلش مش احنا كلنا بنعمل معاصي يبقى احنا كده عبيد الهوى؟ اي واحد يعبد لا اللي يعبد اللي يطيع هوى في الكفر في اللي في استحلال المحرمات في الاباء والاستكبار يبقى هو ده اللي عنده ايه؟ عبد الهوى. اما غيره يبقى اتبع الهوى مش كده؟ يبقى اتبع دي تشمل اتباع كفري واتباع ايه؟ معصيه. وكذلك لو هنقول ان ده شرك اصغر في المعاصي تبقى كده برضه. وقال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هتلاقي ان في ناس كتيرة تعبد الهوى تعبد الشيطان. هو انت شفتوا حد بيقولوا احنا نحن نعبد الشيطان؟ بيقولوا انا ما شفتهمش. اليزيدية شفتها في التلفزيون لما قابلت السيسي لما جابوهم بتوع العراق دول اللي هم اليزيديون دول عباد الشيطان. بس دول نسبتهم في العالم قد ايه؟ دول بضعة الاف مليون بالكتير. لكن السبع
السبع مليار ما بيقولوش احنا بنعبد الايه؟ الشيطان، مش كده؟ بس هم بيعبدوا الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا خلهم يعبدوه حين أطاعوه في الكفر إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فالناس اللي بيعبدهم الأوثان في الحقيقة بيعبدوا إيه؟ الشيطان، والعياذ بالله. ولذلك أولياء الشيطان كما قال عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وكما قال إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هو أبوه كان بيعبد الشيطان؟ أيوة، كان بيعبده من خلال عبادة الإيه؟ الأصنام. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، مع أن كل الناس عامتهم يلعنون الشيطان وهم أولياء الشيطان حين أطاعوه في الكفر. والنقطة دي مهمة جدا عشان نفرق ما بين المكفرين بالذنب زي الخوارج وناس كتيرة من أهل زماننا اللي بيتسموا بالإسلام. يلاقهم الناس بتفرج على الكورة يقول لك دول عبيد الكورة، دول كفرة المتبرجة، دي بتعبد الهوى، دي لا. انت تقول الكلام ده على اللي بيكفر، على اللي بيتبع الهوى في الكفر، على اللي بيتبع الشيطان في الكفر وليس في المعصية. اللي بيعرف انها معصية ويتبع انها معصية او جاهل ما بلغوش يبقى ده لا يخرج من الملة حتى يبلغه وحتى يستحل او يأبى او يستكبر. دول ثلاثة مكفرة واثنين ايه؟ اصرار وتكرار مش مكفرين، ماشي كده؟ وفي حاجة اسمها الجهر، لان بعض مشايخ البدع يقولوا ان الجهر بالذنوب يكفر صاحبه. هتلاقوا بعض المشهورين اللي هم السروريين اللي في السعودية لهم فقرات في كده. دكتور اسمه ايه ده اللي في السجن؟ ايه؟ سلمان. سلمان العودة له محاضرة بيتكلم فيها على ان اللي بيفتخروا مع بعضهم بالمعاصي، واحد يقول له مثلا انا زنيت امبارح مع واحدة، التاني يقول له انا زنيت مع اتنين، يبقى دول كفار، دول بيجهرون. لا، الجهر ذنب مضاعف، اما المكفر فهو الاستحلال والاستكبار والايه؟ الاباء. الاستحلال تكذيب، يقول الواجب مش واجب والحرام مش حرام وقد بلغته الحجة. الإباء يقول لم أكن لأفعل. المستكبر يقول ده أنا اللي بعمله أحسن من اللي ربنا نزله ولا هذا أو زيه. كلاهما كبر، نعوذ بالله من ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. ولذلك عبادة الهوى قليل من يتكلم فيها ومن يوضحها للناس، مع انها منتشره جامده انتشار في العالم. اكثر انواع الكفر بسبب عباده الهوى واراده الدنيا، اراده الدنيا دون شيء من الاخره، لا يريد الا الدنيا. عشان كده اعماله كلها حابطه. العلماء بيفسروا الايه دي على من كان مرائيا او مسمعا، الرياء والسمعه، الرياء محبط للعمل. بس هنقول هيخرجه من الملة امتى؟ لو رأى بلا اله الا الله. لو عنده رياء في لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى خرج من الملة. لان ربنا عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. يخرج من النار من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه. لابد ان تفضل لا اله الا الله. ما فضلتش لا اله الا الله مش هينفع معاها ايه؟ مش هينفع معاها حاجه. ويفسروها باراده الدنيا بعبوديه الدرهم والدينار او عبوديه المنصب والجاه او الرئاسه اذا كان يقوده ذلك الى الكفر من اجل المال او الجاه او الشهره او عدم سبق الاخرين لنا او غير ذلك. كل ذلك اذا وصل الى الكفر فهو ممن يريد الحياه الدنيا وزينتها يوفي الله أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.